أنا كل ما أكون محتاج أذاكر محتاج لحجم من المواد الغذائية الكافية مش لحجم من المنبهات. ليه؟ لأنه الإنسان لما يتشتت معلومة بتستناش. زي مثلا واحد ماشي في وسط ألاف الناس وعايز يدور على شخص واحد ما يلهوش لأنه متشتت مش عارف هو فين. فنوت منبهات ممنوعة لا تصلح بتشتت. احنا فاكرين انها تخلينا نركز يعني نقول هات فنجان القهوه عشان اركز. يعني لو ان الواحد زود التوتر بتاع الجهاز العصبي هيبقى يقل الاستيعاب بتاعه. لان احنا مهما كان في فترات المذاكره بتاعتنا لازم نذاكر مثلا تلت ساعه نص ساعه وناخد لنا ربع ساعه راحه. ليه؟ فاكره زمان المصوراتي لما كان يخش يستخبى عشان يحمض الفيلم. أيوة. احنا المخ بتاعنا بكده بيسجل الصوره والصوت والصوره وبعدين ياخد فتره استكانه يسجل المعلومه وبالليل بنتذكر واحنا نايمين في الاحلام المعلومات ليه؟ لانها بتتسجل. فنوت لازم يكون البرنامج بتاع المذاكره الغذاء بتاعه غذاء بروتيني. البيض، الحاجات المشروم، الحاجات مش السكريات، لا الاغذيه زي القمح، الدقيق، القمح. في حاجات كتيره جدا. نبعد شويه عن السكريات والعصاير اللي هي المحفوظه والكلام ده كله. العصاير دي مستبعده ملهاش مكان. طب المنبهات يا دكتور؟ يعني المنبهات هي هي. الشباب كتير بيلجأوا للشاي والقهوه او للقهوه بالذات بشكل كبير جدا يعني. ما ديت النقطه ان هو بيشتتوا عن التسجيل. مبقاش في وقت للتسجيل لانه انت بتطول فترات ان انت قاعد عشان تذاكر بس ما لحقتش تسجله. وبعدين خلي بال سيادتك احنا عندنا ربنا خلق لنا يعني حواس كتير جدا. انا بسجل في مركز السمع وفي مركز الكلام، الكلام نفسه بيتسجل بقى، في البصر، الاحاسيس، وانا ماسك القلم. فديت كلها لازم تبقى الواحد وهو بيذاكر بيلخص بالقلم، بيسمع لنفسه بصوت واطي، بيبقى شايف المعلومة مش قاعد مثلا عينيه من الشباك ولا قاعد بيتفرج قدامه تلفزيون بيتفرج ويذاكر. لا، لازم الحواس دي تبقى واخدة الراحة بتاعتها في انها تحصل على المعلومة. إذا تسجلت خلاص مش محتاج أي منبهات أخرى. لكن لو أنا سرعت العملية وبقيت بره ما بيستعملش التركيز، ما بحطش المعلومة في درج كده مقفول أقدر أطلع منه معلومة بسهولة. يعني لما يقول بصوت عالي أو يسمع لنفسه بصوت عالي أو لحد قاعد قدامه كأنه بيكلمه، ده بيثبت المعلومة أكثر. طبعا طبعا. وكتير من الأحيان الواحد هو بيكتب لما بعد ما يعمل ملخص يقرأه ويسجله على الموبايل وبعد شوية فهو فاضي يسمعه. ليه؟ لانه كده عنده وقت او يعمل مثلا ايه رسومات كيمياء فيها حاجه كده، اعمل الرسومات ديت واعلقها على الحيطه قدامي، يبقى وانا ماشي رايح جاي شايف المولكيول شكله ايه. فنوت التكنيكات بتاعت او الوسائل بتاعت ادخال المعلومه بطريقه هادئه فغايه الاهميه. احنا بنستعمل بعض الاحيان الانفعال، ذاكر. احنا خلقنا ربنا مختلفين عن بقية المخلوقات ان احنا بنستعمل التفكير وليس الانفعال. الانفعال بنستعمله فقط ربنا خلقه عشان حاجة واحدة بس، عشان نعبر بيه لبعض، اهلا بك يا فندم، لا ما تقولش كده فقط. انا بقى عايش طول النهار متوتر، الوقت راه يا ابني، الوقت راه.